حضوركم أشغال هذا الجمع العام الذي يعتبر الأول لجمعية التكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية. يعتبر أيها السادة الكرام يوما مشهودا وتاريخيا، لأنه يعرف ميلادا حقيقيا لتنظيم مرتبط بوحدتنا الترابية من أجل التأسيس فقط. عفوا، إن ميلاد التكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية لم يأتي عبثا، ولم يأتي من فراغ، ولم تتأسس هذه الجمعية من أجل التأسيس فقط، فهو امتداد لمنظمة جمع الصحراويين عبر العالم من جهة، ومن جهة أخرى فإن برامجنا وأهدافنا وطموحنا أسمى من ذلك بكثير. الحمد لله، لنا من الأفكار والبرامج ما يجعلنا قادرين على التميز، فرغبتنا وطموحنا في التحدي يدفعنا لنضع التكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية في مصاف الجمعيات الكبرى التي تشكل لبنات المجتمع المدني بالمملكة. لكن لا للرغبة وللطموح وحدهما كافيان لتحقيق الهدف المنشود، فحبنا الصادق للعمل الجمعوي والتطوعي وعملنا الدؤوب يدا في يد أكيد سيكون الدافع القوي لوضع هذا التكتل بالسكة الصحيحة، ويجعلنا نركب قطار التنمية والحداثة. إخواني أخواتي، نريد أن نفتخر يوما أننا كنا من مؤسس التكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية. لهذا فعلى عاتقنا جميعا مكتبا ومنخرطون أن نخرج هذا التكتل من دوامة الخصاص، لنستطيع تحقيق جميع الأهداف الاجتماعية والتنموية المسطرة، بدءا من المحيط الذي يجمعنا والمدينة التي توحدنا. إخواتي إخواني، طموحنا كبير وهدفنا واحد، ويدا في يد نحقق رجاء الأمة ونكون لبنة صالحة من لبنات المجتمع المدني. وحتى لا تفوتني المناسبة، أود أن أستعرض عليكم بعضا من الأنشطة التي شاركنا فيها محليا ووطنيا، وكان لنا فيها الحضور والتميز، نختصرها فيما يلي: المشاركة في الملتقى الوطني الثاني للذكرى 61 لتجديد قبائل الصحراء المغربية، البيعة للعرش العلوي المجيد تحت شعار القبائل الصحراوية والانتماء التاريخي للمملكة المغربية، من 21 إلى غاية 25 فبراير 2019 بمحامي الغزلان. أحيطكم علما أنه تم توفير وسائل النقل من طرف المجلس الجماعي القصر الكبير والمجلس الجماعي للعرائش، ودعم لوجستيك من أعلام وطنية وصور جلالة الملك وبعض المصارف أخرى، وعمالة العرائش وبعض الغيورين، وكذا مساهمت بعض المشاركين لمدة 4 أيام. تخليد ذكرى 11 يناير لتقديم وثيقة مطالبة باستقلال المنظم من طرف جمعية الوئام للتنمية البشرية والمحافظة على البيئة بدوار المدني جماعة الزوادة، والمشاركة في الندوة العلمية بأطل زلاغ بمدينة فاس. وشكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.